مكان من الجسم يبدي مباشرة يفكر انه هي كتلة خبيثة وانه لا سامح الله، خاصة اذا كانت ما تألم هذه الكتلة، فاذا هي اشكالية كبيرة. الانسان يجهل كم وعدد الغدد الموجودة في جسمه والمتغيرات المناخية الممكن تأثر على ظهور المفاجئ. بالنسبة للغدد طبعا ربنا قدامنا الغدد دي هي منفعة للجسم. الغدد دي بتكون وظائف حيوية خاصة. حواجبو؟ قد ما تصير حواجبو؟ الحيوة والفرحة. حواجبو؟ بابا شكرا. ربنا ادى الجسم بعض الغدد اللي هي حتى لما جاءت الغدد المرضيه حصلت اشكال جديده، يعني حصلت طرقيه شكلها زي حصلت الغده فوق الطبيعيه زي ما فوق كده زي الغدتين من الماء فوق الغده فوق الكلى. حط غدد البنكرياس زي ورق الشجر جميله، حتى ربنا قدم الجسم، ربنا حط الجسم ده عباره عن ثعابات واشكال شديده، حطها بصوره جميله عشان الانسان يبص ويشوف ويستعجب ويقول يعني ان شاء الله. طبعا احنا لما يكون زياده افراز في هرمون اسمه السيروتونين بيتفرزه بيقوم بيخلي الجسم دافي، يخلي الجسم يعرق، يخلي الجسم يتوتر، يخلي فيه بعض عدم انتظام في الدوره الشهريه. لما يزيد معدله، لما ينقص السيروتونين ده العكس تماما، تلاقي الجسم بارد وسقعان، تلاقي عايز يتغطى على طول، تلاقي بينام كتير ونعيان كتير. يعني كل دي اعراض بتتناسب مع امراض الغده الدرقيه. اذا هذا التضخم اللي يرافق الغده الدرقيه بصوره عامه ممكن تظهر كتله في الرقبه او كتله في الثدي او كتله في الذراع او كتله في الرأس في اي مكان. الانسان ما يعرف انه هذه كتله سببها ليف ولا سببها غده مفاجئه ظهرت في الجسم ولا سببها عقده لمفاويه، وتبدي طبعا فوبيا القلق والتخوف. وممكن تشرح لنا عن الكتله المفاجئه اللي تظهر في الجسم؟ انا اتكلمت على الغدة الدرقية دي بنسميها الغدد الصماء، لكن ربنا برضو حط غدد تانية اسمها غدد ذات قنوات، يعني ليها قناة، هي دي بقى مصدر قلق ساعات الثلاثي. يعني مثلا الغدة اللي هي اللي في الرقبة، تلاقي في غدد ظهرت في الرقبة كده، دي بنسميها الغدد الليمفاوية او العقد الليمفاوية. ربنا حط الغدد دي مش حطها كده وخلاص، ده حطها عشان تمتص الميكروبات وتمتص الجراثيم، وهي المسكينة بتتضخم على حسابنا احنا، يعني هي بتعاني مننا احنا بنديها بقى الميكروبات، هي تمتص وتلتهب وتتضخم، وبالتالي اي حد يحس بايده على الرقبه يحس بتضخم هذه الغده، مع انها هي حاميه الجسم، هي عباره عن المصفى اللي هي صفه الدم وصفه الانسجه فتضخم. طيب انا لما الاقي ورم صغير في الغده في هنا في الرقبه مصدره اساسي على طول، يا اما الحلق نفسه في يا اما الاسنان، يا اما عندك برد، يعني ليه؟ لان خارج كل الميكروبات،
حامت الجسم منها من هذه الميكروبات انها تكمل وتكمل. العقد اللمفاويه هي دي منتشره في عموم الجسم ولا فقط في الرقبه؟ الغدد اللي ربنا حاب الجسم ده بشبكه من الغدد موجوده في الرقبه، موجوده في الراس، موجوده ورا العين، موجوده في الصدر، موجوده في البطن، موجوده عند الفخذين، موجودة في كل. ليه بقى؟ لأنها مصفى. يعني أقصد عن بسؤالي نومي، هل منتشرة في عموم الجسم بنفس طريقة التضخم؟ ممكن قابلة للتضخم ولا فقط الغدد اللي في الرقبة هي اللي ممكن أن تضخم بسبب ألم، لكن الغدد اللمفاوية في بقية الجسم تقوم بعملية تصفية الميكروب عن طريق الدم من غير ما تضخم ومن غير ما تسبب ألم؟ الغدد اللي فوق حسب مكانها بتقوم بتصفيه الجسم. يعني مثلا الغدد اللي هي بتبقى اسفل البطن، طب هي بتتضخم ليه وبتلتهب ليه؟ عشان شالت ميكروبات من جرح صغير في القدم، في الصباع، في التهابات في الرجل، بتشيل كل هذه السموميات وهذه الجرح. هذه هي الغدد اللي فوق. كمان الغدد اللي فوق مؤشر عالي جدا، لو حضرتك ذكرت حكايه الثدي والحاجات دي، الغدد اللي فوق اول حاجه للاورام اللي موجوده في الجسم التسميه بتاعها البوابه بتاعتها بتبقى الغدد اللي فوق. يعني مثلا احنا بنقول في اي ورم حميد ظهر او ورم لا قدر الله مثلا مش حلو في الثدي، اول حاجه بتسمع فيها هي البوابه بتاعه الثدي اللي هي الغدد اللي فوق. موجوده فين؟ موجوده تحت الصدر، تحت الباط، مجموعه من الغدد الليمفاويه اللي هي بتمص اي خلايا مش مظبوطه. مع الخلايا السرطانيه دي زي الميكروبات وزي الفيروس مش مظبوطه، حاجات ما تبقاش طبيعيه، وبالتالي تنتقل تسمع فيها. يبتدي الدكتور اول ما يكشف على